الفستان كان مجنني، وطبعا البوينت جزمه الباليه دي كانت بالنسبه لي الحلم الاكبر. قال لي هو انت عايز تطلع في التلفزيون؟ قلت له اه. قال لي خلاص انت نمره 22، اذا بيطلع عندنا التلفزيون بيبقوا نمره 1. من هنا كانت البدايه. مصر أواخر خمسينيات القرن العشرين تخطو بثبات نحو استكمال تجربتها الثورية في المجالات الثقافية والفنية، وتعاون مصري سوفيتي يفتح أبوابا واسعة للعمل المشترك على مختلف الصعد.